شو هو روتينك اليومي؟ لما أصحى الصبح بدرس حصصي وبعدين بعمل واجباتي وبلعب على الأيباد. أنت لما تصحى الصبح إيش بتعملي؟ أول إشي بفرش أسناني أمزاد؟ بعدين بروح باكل، بعدين بلعب باربيز وبعمل دراسة، وماما وأنا بحكي مع ماما وبابا وبلعب مع بابا شوي وبلعب مع أخي، بدرس دراستي بعديها بلعب مع الكوزنز تبوني. شو حلو!